الإشكال اللي باش نحكيه عليه اليوم هو الملعب. يبدو أنه الأشغال واقفة ولا في إشكال؟ لا هي الأشغال مش واقفة، هو المشروع سيكمل، معناه أنت عنده توا شهرين من المقاول كمل هز الماتريال متاعه كل كمل المشروع متاعه كامل. المشكلة أنه إحنا توا كجمعية ما نجمناش ناخذ الملعب متاعه، وهذا سيدو أنه فما دي بروبليم تاع دي زاناليز على حسب ما سولت، معناه اتصلوا بي قالوا لي دي زاناليز هذوما يخرجوا من فرنسا. هو الحمد لله انا نقول انه المشروع نتاع ملعب كودا كان سلوه مواصفات عالميه. لي زاناليز هذوما في لابو في فرنسا توا نستناو. الروتار صار انه المقاول وقت اللي بعث لي زاناليز وخلصهم معناه خلصهم روتا. فسر لنا شوي يعني شو معناه لي زاناليز، نسمعوا بهم في الدويات وفي الطب لكن في الملاعب جديد علينا، فسر لنا شوي. شوف احنا بالنسبه للملاعب على مستوى ولايه سوس عملناه تم معناه كملوا 6 ملاعب والخمسه ملاعب اخرهم ملعب اكود. ملعب اكود الكي تشارج نتاعو كانت تختلف الملاعب الاخرين نظرا انه احنا فرضنا من الاول يكونوا عندنا يكون عندنا ملعب مطابق للمواصفات العالميه تكون واضحين. انطلق المشروع كي تشارج خدمته، ونشكر هنا الاخوين كل حتى في الوزاره اللي عملوا معناها كي تشارج بالحق مثال. وحتى من ليلى بو احنا اشترطنا خاطر بعد بالنسبه معناها التيران يتكون من تارتون اللي هي التابي ومن لي جرانولا، دونك هذوما يلزمهم يصير زاناليز خاطر نجم يكونوا لا قدر الله فيهم دي برودوي كونسيرو نجموا يعملوا اي نجموا يضروا معناها بصحه المياه. يعني اذا طلع فيهم لي برودوي هذا نهدوه ونعاودوا ملعب جديد الكل مش وي خاطر هذوما دي بروبليم، وهذا هم المواصفات العالميه. انا بصفتي ارشيتكت قبل ما نكون رئيس جمعيه دونك هذا الشيء اللي خلى انه احنا مشينا في المشروع هذايا معناها كيما نقولوا على قاعده صحيح. لو بروبليم انه لي زاناليز هذوما سولون لابو اللي في فرنسا اللي يعني باتصال حتى به مع المقاول انه يقول لك تعطيني لي زاناليز شونتيون شونتيون سي تعطيك 6 جمعات تعطيك الرابور. باهي 6 جمعات وفاو؟ لا 6 جمعات مازالوا مازال فيهم جمعه. لو بروبليم انه قلت لك ولو كان لي شونتيون تعطى قبل بعام تو رانا توا ناخذه في الملعب نتاعنا. المشكله صار تعطيل منين؟ من المندوبيه من الوزاره من تعطيل صار بين المندوب بين البلديه والمقاول. انا ما نحملش المندوبيه، المندوبيه هي صفه رقابيه جات بارك الله فيه سي جميل اللي وقف معنا وتبع المقاول، لكن فما عدم تنسيق بين البلديه وبين المقاول. الشيء اللي خلانا احنا توا عندنا 450 يوم من اللي طلقت الاشغال وتوا اخذين الملعب نتاعنا، وقت اللي ملاعب اخرين في ظرف معناها 6 شهور 5 شهور خذوا الملاعب نتاعهم بداوا يترناو. هذا اللي تفضل هذا اللي خلانا احنا خذينا قرار الاسبوع اللي فات اللي كان القرار معناها من طرفين اللي هو الاستقاله. قدمت استقالتي خاطر ما نجموش السنة ابار انه جمعيه لالكودي تو عندها 4 سنين ويتلعب على الصعود، يعني يزيد السنة كان باش نعاودوا نفس المأساة اللي عشناها عملناها من غير ملعب، ويعرفوا الجمعيات معناها التنقل وكراء ملاعب وخلاص الامن ويعني مصروف تاع جمعيه هاويه ما تقدرش عليه تقدرش عليه. دونك السنة اذا كان باش نمشيو في نفس الحكايه هذه والنجم زاد يطول الملعب دونك زايد ما نجمش نلعبوا على طلوع، والانتدابات اللي عملناها زايدين. دونك احنا خذينا قرارنا وان شاء الله نقول اني بعد الاستقاله فما بوادر جديده فما وعود جديده ان شاء الله نستناو واش يمشي يصير. باش تقول لي متفائل؟ ما نجمش نقول لك متفائل خاطر كنت متفائل قبل شهرين تالي كنت متفائل كي شفت التيران وشفت انه الملعب حاضر اونيتمون الملعب تاع كودا معناها ملعب 5 جينيراسيون من اعلى تيراس خير حتى من زانكس تاع ليتوا، لكن على حسب الوعود اللي جات توا معناها يقولوا لي 10 ايام السيد المعتمد تصلبيه بعد الاستقاله يقول لي 10 ايام ونعطيك الملعب، والا توا المحل اني موجود لهنا وسيد اشرف الدين معناها جايني على الملعب تاع كودا ان شاء الله نقولوا 10 ايام انا استناو 10 ايام اذا كان جات تيران وخذينا زاناليز واعطونا وما قالوا يجيو زاناليز. شو السبب بتاع زياره سيري ذا شرف الدين؟ هو خاطر سيري ذا نائب الجهه ونائب على منطقه معناها هو ولد كرجل سياسي هوني مش كرياضي لا وكرياضي بالطبيعه خاطر انا كي اتصلت بيه حتى هو كرياضي انه يعرف جمعيه معناها هو جمعيه اكثر من 250 مجاز ما عندهاش ملعب عندها بطحه معناها 30 ترنافيل تو معناها نتفرجوا على التيران وما نجموش نمسوه. هذا يقلق معناها يقلقنا احنا كمسؤولين ويقلق الملاعبيه اللي بدات تنفر تو بدات تهرب ويقلق الاولياء زاد